انا غلطان، يعني ما كنتش مفكر ان كل ده هيحصل. وحصل ايه يعني؟ ما حصلش حاجه. ده انا يا دوب كنت هقتل امك وانتوا تتيتموا. اخوك زك يدي وتطول عليا، كل ده عشان خدامي. عادي، كلنا نغوره في داهيه، المهم مزاجك العالي. طب ما انت برضك اتسرعت يا ابوي. اتسرعت؟ كنت عايز نعمل ايه لما اعرف ان بره راحت صلاه يتعسف الغريب؟ مش مكسوف من نفسك؟ بالله عليك قول لي مكسوف من نفسك عشان اعرف اكمل كلامي معاك يا بتاع الخدامه. خلاص، خلصت كل الحريم، خلصت كل البنات، ما لقيتش غير خدامه. ماشي، هنقول ما لقيتش غير خدامه. ما لقيتش غير خدامه عساف. هيقول ايه لو عارف ان والده غفران الغريب بيبعت مراسيل لخدامته؟ هيبقى شكلي ايه يا والد الكلب؟ بلاش شكلي، شكلك هيبقى ايه يا قليل القيمه يا جرس جله؟ ما بكفياك يا ابويا، خلاص انا عارف اني غلطت. اعمل فيا ما بدالك، حتى لو عايز تحرقني انا استاهل. انا ما عرفتش ارتاح اما عرفت اني عملت مشكله بينك وبين امي وبينك وبين حمزه. مشكلتي مع امك انت ما عملتهاش، هي معموله لوحدها خلقه. ده كل اللي عملته طلعت المستخبي اللي كان فيها على الوش بدل ما كان راكد. انا اكتر حاجه مضايقاني ان حمزه وقف في وشي وزق يدي. غار على امه يا ابوي. وهي امه، انا مش ابوه. ما زقش يد اهلي لما قابلت عساف الغريب. حمزه غلط غلط كبير. حمزه اول مره حسسني ان جوز امه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.